بالتالي عرف الإنسان طاقة الرياح من قرون بعيدة، فقيل إن أول من عرفها كان المصريين القدماء منذ 3000 عام قبل الميلاد، وذلك من خلال استخدام الأشرعة القماشية لتسيير القوارب في النيل. وقيل أن أقدم استخدام لها كان على يد البابليين قبل 2000 عام من الميلاد، ولكنها كانت تستخدم في طواحين الهواء لطحن الحبوب، وهو ما تم نسبته أيضاً للفارسيين في تاريخ أحدث من ذلك. لكن وعلى الرغم من تعدد الروايات واختلافها، فإنها تشير جميعاً إلى محورية طاقة الرياح في الفكر البشري منذ القدم، وهو ما أدى لانتشارها السريع في مختلف بقاع العالم القديم كمنطقة الشرق الأوسط وبلاد أوروبا التي أخرجت النموذج الهولندي الشهير لطواحين الهواء. أما أول طاحونة هوائية استخدمت لتوليد الكهرباء فقد بناها البروفيسور جيمس بليث في حديقة منزل عطلاته بماريكيرك بإسكتلندا، وكان ذلك عام 1887 للميلاد، حيث ثبت عدداً من العنفات على ارتفاع 10 أمتار لتوليد كهرباء بسيطة لاستخدامه المنزلي، بالإضافة لتشييده عنفات لتوفير الطاقة في الحالات الطارئة بالبلدة لخدمة العيادات والمستوصفات الطبية، إلا أن التكلفة الاقتصادية العالية حالت دون التوسع في هذا المشروع. في شتاء العام التالي كانت ولاية أوهايو الأمريكية على موعد مع عنفات هوائية أكثر تقدماً صممها السيد تشارلز بيرش عن طريق إحدى الشركات الهندسية، وبلغ قطر عنفات الرياح بها 17 متراً، وتم تثبيتها على برج بارتفاع 18 متراً، إلا أنها لم تنتج أكثر من 12 كيلو وات من الكهرباء. ومع تطور الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدامها بالقرن 20، زادت أهمية طاقة الرياح، وحدث التطوير الحديث لتقنية الطاقة الهوائية وتطبيقاتها بشكل جيد في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1930، حيث زودت نحو 600,000 طاحونة هوائية المناطق الريفية بالكهرباء وخدمات ضخ المياه. وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في استخدام طاقة الرياح في البلاد، إلا أنه ما لبث أن ارتفع مجدداً جراء الاضمحلال النفطي في الولايات المتحدة في بدايات 1970، ثم تتابعت فترات الانخفاض والارتفاع في استخدام طاقة الرياح خلال 30 سنة التالية حسب مصالح واهتمامات الحكومة الفيدرالية. أما في القرن 21 فقد اكتسبت طاقة الرياح فعاليتها الأكبر خلال تاريخها، لنجد أن في نهاية عام 2012 على سبيل المثال تم تركيب 1662 عنفة في 55 مزرعة رياح بحرية بعشر دول أوروبية، تولد مجتمعة 18 تيراوات بالساعة، أي أنها أعطت الطاقة الكهربائية إلى ما يقرب من 5 ملايين أسرة.